شكرا سيد الوزير. بصراحة ما بغيناش نبخسوا العمل ديال الوزارة ديالكم، ولكن السيد الوزير هاد الناس اللي دازوا مباشرة من راميد للتغطية الصحية متضامن، راه كاينه واحد الإشكالية. هاد الناس كانوا فرحانين وقالوا بأنهم غادي تكون عندهم واحد الكرامة وغادي يزور الطبيب المجاني وغادي يكونوا بحالهم بحال الناس اللي لاباس عليهم، ولكن الواقع المعاش راه غير ذلك. منين كنمشيو للمصحات الخاصة وكيمشيو باش يديروا التحاليل وكيمشيو لافارماسي باش ياخذوا الدواء ديالهم، يمكن لهم شيء يصرفوه، كيخصهم يخلصوا ويعينوا عاد التعويض. واش هاد الناس اللي الدخل ديالهم 5500 درهم سنويا عندهم باش يخلصوا ويعينوا التعويض؟ ما كاين شيء. اذا انا كتبان لي بانها التغطيه الصحيه الجديده كانت مجرد تسكين للالام او لتجاوز الازمه، ولكن مع الاسف ما تجاوزناش الازمه ولا حنا فاقمناها، وهذا الشيء كيهدد السلم الاجتماعي. وخير دليل هو هاد النساء اللي خرجوا كيحتجوا مؤخرا، لقاو راسهم مسجلين في النظام الجديد ومطالبون باش يؤديوا واحد 170 180 درهم وما عندهم شيء باش كيحتجوا، كيقول لك بغاو غير يضربوا على سمياتهم، ما بقاو شيء، باغيين شي حاجه، ما باغيين والو. هاد الناس اللي ما عندهمش باش يخلصوا شنو غادي نديروا معاهم السيد الوزير؟ على الاقل غادي نهضروا على حاجه واحده اخرى، خصنا نحاربوا هذاك اللوبي اللي راه كيستافد من واحد الدواء اللي احتكر السوق ديالو. غادي نهضروا على الدواء ديال الكبده اللي باقي في المغرب كيدير 3000 درهم واللي كنجبروه بانه كاين في مصر ب 120 درهم. واش ما وصلش الاوان باش نحاربوا هاد اللوبي؟ واش ما وصلش الاوان وحنا كنعرفوا بان الطبقه اللي كانت متوسطه في ظل هذه الازمه اللي راه حنا كنعيشوا في هذا الغلاء ما بقاتش، راه الاغلبيه ديال المواطنين دازوا للطبقه الكادحه. السيد الوزير.